قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى غاية الاختصار أو المعروف بيننا بمتن أبي شجاع، قال يعني من شروط القصر أن يكون سفره في غير معصية، في يعني بسبب غير معصية، يعني بسبب هذا السبب ليس بمعصية. فالشراح هنا يقولون بأن في قوله في غير بمعنى باء السببية، وذكر الشراح لذلك شاهدا من شواهد السنة، دليل أو تقدر تقول مثال، لأن هل يا ترى السنة من ضمن يعني أدلة النحو أم لا؟ كلام في هذا. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، هي الهرة ظرف ولا الهرة يعني وفي هرة، في هنا بمعنى ايه؟ بسبب هرة، في هرة يعني بسببها، لأنها لم تطعمها وحبستها حتى ماتت. نحن منذ ثواني كنا نتكلم على أيدي آثمة قد نالت من إنسان بشري وقتلته. انظر، هذا هو الدين. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، فما بالك بمن يقتل الإنسان ويدمر البنيان الرباني، فما بالك بمن يعتدي على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، فما بالك بمن تلوثت يده بدم بريء أعزل لا يملك من نفسه شيئا. الذي يفعل هذا قد خرج عن الدين، أي ليس على الطريق المستقيم. والشرط أن يكون السفر بغير معصية حتى وإن حصلت فيه المعصية، يعني أنا عندي معصية في السفر ومعصية بسبب السفر، طب أفرق ما بينهم إزاي؟ كيف أفرق بينهما؟ أنظر إلى الدافع الذي دفعني للسفر، فإن كان هو المعصية كان هذا السفر سفر معصية. الباعث على السفر أن يذهب للقتل كهؤلاء المجرمين، ينتقلوا من القاهرة إلى المنيا ويزعمون أنهم يصلون وهو يريد أن يقتل وأن يسفك الدماء، ويريد كذلك أن يتمتع برخصة السفر، نقول له لا، هذا سفر سببه المعصية، الدافع إليه هي المعصية، أنت رايح ليه؟ بالعبارة المصرية رايح عشان يقتل، يبقى ده اسمه إيه؟ بسبب المعصية. طب هو لم يذهب إلى القتل وإنما ذهب من أجل أن ينتهي من تجارة، من أجل أن ينتهي من زيارة رحم، من أجل كذا كذا من الأغراض والأسباب التي لا مانع منها، لكنه عصى الله سبحانه وتعالى هناك في سفره، فهل يستمتع بالرخصة أم لا؟ نعم يستمتع، لأن في فرق ما بين المعصية بالشيء والمعصية في الشيء. السفر ظرف للمعصية، انتبه، السفر ظرف للمعصية، يبقى ده يجوز ان هو يقصر. السفر هدف المعصية، شوف بقى بالعبارة المصرية، هدف المعصية، قصد المعصية، هو لو يعني لم يسافر وينتقل من مكان إلى مكان إلا من أجل أن يعصي الله، ده راح عشان يقتل، راح عشان ينفذ عملية إرهابية المجرم، رايح عشان يزني،
رايح من أجل أن يشرب الخمر ومع هذا يصلي، يعني ربنا يهديك، ولكن لا تستمتع برخصة السفر. لماذا؟ قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ليه؟ قال له السفر ده مرحلة يعني فيه مشقة، والشارع أراد أن يخفف على المسافر، فجعل الرباعية ثنائية تخفيفا على المسافر، وأما الذي سافر من أجل المعصية فلا يستحق التخفيف، لأن السفر نفسه معصية، والمعصية لا تتعلق ولا ترتبط بالرخصة، الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تتعلق بمن كان سببه معصية لا بما حدثت فيه المعصية. يعني هو سافر من أجل التجارة أقصر، لكن شرب السجاير على رأي من قال بالحرم، لكن وقع في الكبيرة والزنا يقصر؟ يقصر، لأن مش ليس الهدف من السفر هو هذه الكبيرة، ده الهدف منه التجارة، والتجارة مباح، الهدف منه يعني صلة الرحم. طيب، وهنا فرع لطيف ذكره الشراح، قال: ولو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء الطريق، يعني هو على غير الإسلام وهو يسافر من القاهرة إلى الأسكندرية، وخرج وهو في الطريق الصحراوي، اسكندرية لها طريقان فيما يعني أعلم من هنا إلى الأسكندرية، زراعي وصحراوي. الزراعي ده بتاخده من شبرا الخيمة، الصحراوي بتاخده من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من عندنا من الهرم، يعدي الكارتة، وبعد الكارتة يبقى دخل كده في طريق مصر إسكندرية، بعد 50 كيلو من مصر إسكندرية من القاهرة إلى الأسكندرية 250 كيلو، قطع 50 كيلو في الطريق وهو ما زال على غير دين الإسلام، ثم هداه الله سبحانه وتعالى في الكيلو 50 على سبيل المثال، وهو كان ناشئ ما بيننا، عارف كيفية الصلاة، وعارف 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 وعارف. لما يأتي يصلي يا مشايخ، انتبهوا لأن الفقه مهم، عايزين نتصور. لما يأتي يصلي كيف يصلي؟ صلي رباعية، الرباعية، أم يصلي الرباعية ثنائية؟ قالوا لا، يصلي الرباعية ثنائية، ولكن ده في ابتداء السفر كان كافرا وليس له الترخص. قالوا لا، لكنه إذا أسلم استمتع بالرخص، لأن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يا مشايخ يعني يقطع ويزيل، فإذا أسلم في أثناء الطريق استمتع بقية الطريق بالقصر والجمع وكل رخص السفر، حتى وإن بقي من المسافة أقل من قدر القصر. هب إن هو أسلم قبل أن يصل إلى الأسكندرية 20 كيلو، والعشرين كيلو هذه يعني ليست مسافة القصر، لكن المسافة بتاعت الأسكندرية كلها مسافة القصر، لكنه أسلم قبل أن يصل إلى الأسكندرية 20 كيلو، يقصر أم لا؟ قالوا يقصر، ويستمتع برخص السفر. ليه؟ قالوا لأن سفره ليس بمعصية، لأنه هو لما أنشأ السفر لم ينشئه لمعصية،
وإنما هو كان كافر لحظتها، لكن ليس الكفر هو دافع للسفر حتى نقول إنه يعني معصية بالسفر، لا، ده المعصية كانت في السفر، الكفر ده كان في السفر، ولم يكن الكفر هو الدافع على السفر. طيب، في غير معصية، يعني هو يشمل طبعا السفر الواجب، السفر الواجب ده اقصر فيه مش مانع، ويشمل ايضا، طب ايه بقى السفر الواجب ده؟ سفر الواجب مثلوه بقضاء الدين، يعني انا مسافر من اجل ان اقضي ديني، يعني بطريقتنا اللطيفة الظريفة انا عندي اقساط ولا بد من دفعها الى البنك، وانا في القاهرة والبنك اللي ادفع فيه الاقساط في الاسكندرية، فبذهب الى الاسكندرية من اجل ان ادفع الاقساط، والاقساط دي ديون علي، واداء الدين ده واجب. فغير معصية يشمل السفر الواجب، السفر لقضاء أمر واجب، لأنه إذا كان قضاء الدين واجب وقضاء الدين متوقف على السفر، فيكون السفر يا مشايخ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب صلة الرحم، قال والله صلة الرحم دي سنة، أنا عمتي وعمي وخالتي في الأسكندرية مثلا يعني، وأنا في القاهرة وأريد أن أصلهم حتى أثاب على ذلك، خلاص سفرك صلتك مندوبة وطاعة ومتوقفة على السفر، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فصار سفرك مندوبا تقصر فيه، وممكن يبقى سفري كمان واجب في بر الأقارب، لأن ممكن أنذره أقول لله علي أن أزور أقاربي، يبقى صار سفري واجب أقصر فيه، وهكذا. طيب، وكذلك السفر المباح، ما هو بيقول في غير معصية يشمل إيه؟ يشمل الواجب والمندوب والمباح، جميل، ده في غير معصية، الشرط ألا يكون هناك معصية، وهذا النفي صادق بعدة صور، أن يكون واجبا وأن يكون مندوبا وأن يكون مباحا. المباح مثل إيه؟ مثل التجارة، أنا ذاهب إلى الأسكندرية من القاهرة حتى أنهي صفقة ب$100 مليون، كتير صح؟ خليهم 10، خليهم 5 مليون، طب خلاص 5 مليون رنجت، إيه رأيكم؟ طيب هنا بقى بيقولوا، طب فين بقى السفر المكروه؟ قالوا السفر كمان للمكروه، واخد بالك، يعني ايضا تقصر فيه، لان الشرط الا يكون السفر الدافع عليه المعصيه الحرام. طب الواجب اقصر، المندوب اقصر، المباح اقصر، المكروه اقصر، يا سلام، ايه الجمال ده، هو ده يعني سماحة الشرع الشريف. طيب يلا اللي بعدها ولا ثواني. والثانية أن تكون مسافته 16 فرسخا، انتهى بقى بعد ذلك، انتقل الى المسافة
والمسافة شرط من الشروط. 16 فرسخا على سبيل التحديد. نمسك بقى حاجة حاجة كده. 16 أن تكون مسافته، يعني أن تكون المسافة التي يقطعها توازي وتساوي 16 فرسخا. والستة عشر فرسخا دولت أربع برد، إذ كل بريد أربعة فراسخ. يبقى أربعة برد يعني إيه؟ يعني لأن البريد الواحد يشتمل على أربعة فراسخ. خلي بالك دي كلها آلاء اسمها حسابات الإيه؟ حسابات الطول والعرض والسفر، ويعني دخل في باب المكاييل والموازين الشرعية. فيكون المجموع يا مولانا كام؟ 16 فرسخا. طب هو العلماء قالوا هذا لماذا؟ قالوا لأن سيدنا عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في أربعة برد، كان يقصران ويفطران في أربعة برد. طب يا مولانا الأربعة برد كل بريد يشتمل على أربعة فرازخ، والفرسخ يبقى يديني 16 فرسخ. بس أنت من في الفقه في الأصول قلت لنا بأن مذهب الصحابي ليس بحجة في القول الجديد عند سيدنا الإمام الشافعي. قلنا ده لما يكون قول الصحابي ليس مرده إلى التوقيف، ليس مرده إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما يكون قول الصحابي صدر بمحض الاجتهاد. أما مثل هذه القصر والجمع لا اجتهاد فيها، وإنما تعلم بالنقل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استقصاء للحسابات والمسافات حسبوا هذه المسافة بكل أنواع الحسابات المعلومة. أولا قاسوها بالفراسخ وهي مسافة معلومة عند العرب، وقاسوها بالبريد وهي مسافة معلومة عند العرب، وقاسوها بالأميال الهاشمية. قال لك بالأميال الهاشمية تساوي 48 ميل هاشمي. 48 ايه؟ ميل، لأن الفرسخ الواحد بثلاثة أميال، اضرب 3 في 16 تديك 48. طب وبالخطوات؟ الخطوات المعتدلة يعني ما بين القدمين. قال والله 192,000 خطوة. 192,000 خطوة، لأن الميل 4,000 خطوة. طب وهي بالأميال كام؟ 48 ميل، اضرب 48 في 4,000 تعمل لك العدد الحلو ده. وبالأقدام 500,006 إلى آخره. وبالأذرع قاسوها بالأذرع كما في التحقيق، وبالأصابع وبالشعيرات، يعني قاسوها بكل الأصناف وكل الأنواع التي كانت تعرفها العرب. طب احنا الكلام ده دلوقتي ما نعرفوش، وما نعرف ايه؟ نعرف الكيلومتر بتاع السيارة. طب هي بالكيلومتر كام؟ علماؤنا المعاصرون قالوا هي بالكيلومتر بالضبط يا مولانا تعمل كده بالضبط بالضبط 86 كيلو. طب عرفتوها ازاي؟
قالوا لأن هي مسيرة يوم وليلة بالمشي المعتاد. وعلماؤنا المعاصرون، مش دول في العشرينات، جربوا يمشوا المسافة دي وأتوا بالجمال وحملوها بالحمولات ومشوا يوم وليلة على المعتاد، فوجدوا إن هي عملت معاهم 86 كيلو متر. قال بس بقى المسافة دي هي المسافة المعتمدة والمعتبرة. ولذلك بص اقرأ، حتى الباجوري بيقول: وضبطت مسافة القصر من مصر القاهرة، يعني من القاهرة أكيد يعني من الجامع الأزهر إلى محلة روح أو المحلة الكبرى. يعني هم قاسوها، كان في طريق كده جنب البحر جنب نهر النيل بيمشوا فيه من القاهرة إلى المحلة الكبرى، كان بيعمل كام؟ كان بيعمل نفس المسافة دي. علمانا لما قاسوها لقوها بالظبط كده تعمل حوالي 86. قالوا: لا إلى طندة التي فيها السيد البدوي رضي الله عنه. قال: فليس لمن سافر إلى في البر لزيارة سيدي أحمد البدوي القصر والجمع. طيب دي حتة كويسة أنا قرأتها لسببين. السبب الأول إن أبين لكم إن زيارة وشد الرحال لزيارة المكين لا للمكان لا شيء فيها، وقال بها العلماء السابقون والمحققون المتقدمون. رقم اثنين إنهم استقرأوا يا أولاد المسافات، عندنا العلم التجريبي عرفناه من زمان، ضبطوا المسافات وأسوها. ده أنت لما تقرأ في كتاب المناسك تتعجب، في الحرم قايسين ما بين الحرم المكي للحرم المدني، المناسك عرف طولها ايه قد ايه من الخطوات، ده حاجه غريبه عجيبه، ده اهتموا اهتمام شديد بمثل هذا. تحديدا قلنا لانه هو هذه المسافه ليست تقريريه وانما هي ايه؟ تحديدية، يعني بمعنى أنها لو نقص منها شيء يسير فلا قصر في الأصح، يعني هي تحديدية في الأصح، لأنه عندنا وجه آخر يقول بأنها تقريب، بمعنى إن هو لو نقص يعني قدر يسير لا شيء، ما فيش مشكلة، يعني 86 85 يسير تقريبا، 84 بسيطة، 83 82 لا مانع، ده على مقابل أنها تقريبية. لكن المعتمد والصحيح أنها تحديدية 86 بالضبط. طب هم ليه رجحوا أنها تحديد؟ قالوا لأن القصر على خلاف الأصل، الأصل هو الإتمام، والقصر ده ورد على خلاف الأصل، هو الأصل والغالب إن حضرتك تقصر ولا أنت تتم؟ لا أتم، فالقصر جاء على خلاف الغالب، وما جاء على خلاف الغالب يحتاط له، فلو 83 لا أتم، 85 أتم، 86 أقصر، لأن ده أحوط. وقالوا أيضا: ولا تحسبه مدة الرجوع منها، يعني ايه؟ يعني انا مسافر الى مسافة هي من اول بيت، من اول بيتي الى المسافة او القرية اللي انا رايحها حوالي 45، وانا راجع في نفس اليوم هضرب 45 تاني، يبقوا دول كام؟ 90. قال لا، ده المسافة بتحسب ذهابا فقط مش إيابا، يعني ينبغي أن تكون مسافة الذهاب 86،
ولا تحسب أيضا مسافة الإياب من لا علاقة لنا بها. طيب قال انتهينا من الحساب لأنه هم برضك بيحسبوا بالفراسخ وهو بكذا كذا، ولكن يكفينا أن احنا نعرف أن هي 86 كيلو. والثالث أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، ده شرط من الشروط أن حضرتك تكون مؤدي للصلاة الرباعية، أي فاعلا لهذه الصلاة في أدائها، أن يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية. يبقى لابد أن يكون رباعية، هذه أول حاجة، ولابد كذلك أن تكون أداء بإيه؟ دي تاني حاجة. ماشي، لأن غير الرباعية كالثلاثية والثنائية لا قصر فيها. واضح ولا مش واضح؟ وهنا بيقول لك وفي مفهوم هذا الشرط تفصيل بين فائتة الحضر وفائتة السفر، ده هو بيتكلم على الأداء. يعني أنا مسافر النهاردة أهو، في هذا اليوم كل صلواتي الرباعية الأداء لي أن أقصرها. طب والقضاء؟ أنا علي صلوات سابقة، هل لي أن أقصر الصلوات السابقة وأن أقضيها في السفر أم لا؟ قال والله الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، اكتب التفصيل ده بذهنك. يعني اللي انت هتقضيها ديت فاتت في الحضر أم فاتت في السفر؟ قال لي لا، فاتت في الحضر. يعني أنا وأنا كنت في القاهرة وأنا من أبناء القاهرة نمت عن صلاة المغرب والعشاء وما صحيتش إلا الفجر، فصليت الفجر وعشان أنا مرتبط بالقطار ركبت القطر الساعة 7 عشان ألحق عندي ميعاد في الأسكندرية في مكتبة الأسكندرية الساعة 10، فما لحقتش أصلي المغرب والعشاء. لما أقضي بقى العشاء أقضيها يعني ثنائية ولا أقضيها رباعية؟ قال لا، تقضيها رباعية. ليه؟ لأنها فاتتك في الحضر، فوقت الأداء كانت تامة في ذمتك، فإذا أردت أن تقضيها لابد أن تقضيها رباعية كما ثبتت في ذمتك. تمام كده؟ يعني إذا أردت أن أقضي في السفر أقضي ما كان حضرا على تمامه، يعني ما فات في الحضر على تمامه. طيب هب إني أنا كنت في سفرة من فترة و نسيت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء نظرا لطبيعة السفر، ولم أقضه حتى سافرت إلى بلدة أخرى، فهل يا ترى عندما أقضي على التمام أم أقضي على القصر؟ قالوا تقضي فائتة السفر في السفر قصرا لا تماما، لأنها لزمتك وجاز لك أن تقصر. فكذلك يبقى إذا فاتته في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر قضاها تم، وإذا فاتته في السفر وأراد أن يقضيها في السفر له أن يقصر. طيب
هب إن هو فاتته في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر، هيقضيها يا أولاد، هيقضيها تامة، لأن العبادة إذا اجتمع فيها سفر وحضر غلب الحضر على السفر. دي القاعدة كده. فهمنا بقى التفصيل اللذيذ ده؟ طب يا سيدي، افرض ان هو قال يا ترى انا فاتت صلاة الظهر والعصر، ولكن يا ترى فاتتني لما كنت مسافر الاسكندرية المرة اللي فاتت، ولا فاتتني وانا في القاهرة وانا الان مسافر اسكندرية اهو، شكيت، اقضيها تامة ولا اقضيها مقصورة؟ قال له اقضيها تامة احتياطا. وقالوا ولو سافر والباقي من الوقت ما يسع ركعة فله القصر. سافر والباقي من الوقت ما يسع ركعة فله القصر. يعني حضرتك صورتها كده، مسافر الأسكندرية، بالأسكندرية مثال يعني، وهذا مثال دائم لأنني أحبها من كل روحي ودمي. يعني هو سافر وترك أسوار القاهرة ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع قدر ركعة واحدة، ركعة واحدة ويؤذن للعصر. يعني هو أنشأ السفر وبقي على وقت العصر ركعة واحدة، هل له أن يقصر الصلاة أم لا؟ قالوا له أن يقصر الصلاة، لأنه شرع فيها حينئذ كانت مؤدات سفر. يعني هو لو صلاها الآن ولم يبقى إلا ركعة واحدة تبقى مؤدات سفر، ولو تركها هتبقى مقضية سفر. فإذا أراد أن يصليها خارج الوقت أيضا سيصليها، يا مشايخ هيصليها مقصورة. شوف بقى ده العقل، ده الاحتمال، ده ينشئه الفقه. بيقول لك اهو، انتوا مش متصورينها زي ما انا متصور، هي لطيف. هو انشأ السفر ولم يبقى من وقت صلاة العصر الا قدر تكبيرة، فيقول الله اكبر ويصلي الركعة ثم يأذن العصر ثم يقبل الركعة الثانية، تبقى دي ايه؟ لأنه لو شرع فيها تبقى دي مؤدات سفر، لأنه بركعة واحدة في الوقت تسمى الصلاة مؤداة على الراجح. ولو ما شرعش فيها، لو لم يشرع فيها هتبقى إيه؟ هتبقى مقضية سفر، لأن أنا تركتها في السفر ولازمتني في السفر، فإذا أردت أن أقضيها قضيتها أيضا مقصورة. فالقصر على كلا الاحتمالين. حلوة؟ بخلاف ما لو سافر ولم يبقى من الوقت ما يسع ركعة، فلما أدخل في الصلاة هكبر أقرأ الفاتحة يؤذن العصر، أصليها أربعة ولا أصليها اثنين؟ قال له صليها أربعة. ليه؟ قال له لأنها في الحالة دي تعتبر إيه؟ تعتبر قضاء، لأن خلي بالك الصلاة القضاء هي التي لم يصلى ركعة واحدة في الوقت، أما إذا صلى ركعة واحدة في الوقت وثلاثة خارج الوقت الراجح أنها قضاء، أنها أداء لا قضاء. ولو صلى أقل من ركعة الراجح أنها قضاء، تبقى دي مقضية إيه؟ تبقى مقضية حاضر، لأنها أهي ديت ما دخلتش في السفر يبقى هتخش في الحضر. أمال متى تدخل في السفر؟ إذا أديت ركعة واحدة في الوقت ثم
أذن عليك العصر، تبقى ديت إيه؟ دي اسمها وجبت في السفر، وهي أداء في السفر، وكذلك لو فاتت تبقى قضاء في السفر، تبقى مقضية سفر. أما إذا صلى أقل من ركعة لا هتكون قضاء، ومدام قضاء هتبقى إيه في الحالة اللي زي ديت اللي أقل؟ هتبقى وجبت كاملة في الحضر، فإذا أديت في السفر تؤدى كاملة. بعد ذلك قال أن ينوي المسافر القصر للصلاة، هذا شرط من الشروط، أن ينوي المسافر القصر، وذلك بأن يقول نويت أصلي الظهر مقصورا، يعني لابد من ملاحظة القصر وهو يصلي. بخلاف ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينوي ترخصا يبقى لا يترخص، لا ومثل ذلك لا يترخص، لأنه إذا قال نويت صلاة الظهر ركعتين كان قائم مقام نويت القصر. يبقى إذا قال نويت الظهر قصرا يقصر، قال نويت الظهر مقصورة يقصر، قال نويت الظهر ركعتين يقصر، لأن الركعتين شيلهم وحط مكانهم قصر. وما لو قال أؤدي صلاة السفر، دي صيغة ثالثة، يبقى دي صور النية، أن يقول أيضا نويت أؤدي صلاة السفر. فإذا لم يذكر شيئا مما ذكرنا يبقى لا يقصر، بأن نوى الإتمام، قال نويت أصلي الظهر تامة وجب عليه أن يتم، ولو طرأ له القصر حال الصلاة لا يجوز، أو أطلق قال نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى، الله أكبر، ده إطلاق، ده ما حددش لا سفر ولا قصر ولا تم ولا حاجة، يبقى على الأصل يتم، لأنه ده الأصل. طب يا ترى لو هو شك، يا ترى أنا نويت القصر ولا ما نويتش القصر، يبقى تم لأنه الأصل، على طول شك ارجع للأصل، الأصل هي مشايخ، الأصل يا مشايخ الإتمام مش القصر، بارك الله فيكم. حتى مولانا إن تذكر عن قرب أنه كان قاصرا، يعني هو شرع في الصلاة وفي أثنائها تردد، يا ترى يا هل ترى نويت القصر أم لم أنوي القصر، وبعد دقيقتين تبين أنه نوى القصر، قال له برضك أتم. ليه؟ لأن القصر ده ضيق، إذا دخل في تردد يفسده. يبقى لابد حينئذ أن ينتفي. طيب كلام، قالوا فعلم أنه يشترط التحرز عما ينافي نية القصر في دوام صلاته، يبقى الشرط في النية ألا يخالطها ما ينافيها، الشك أو أنه هو يقطعها أو أنه هو يحولها إلى إتمام. ولو لم ينوي القصر نوى الإتمام، ده فرع لطيف، ثم فسدت صلاته، يعني هو الله أكبر نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى تامة فريضة، الله أكبر، ثم سبقه الحدث فسدت صلاته، أدخل أتوضأ أصليها 4 ولا أصليها 2؟ قال له لا تصليها 4. لماذا؟
ليه أصليها أربعة؟ قال لأن أنت الصلاة اللي فسدت منك نويتها أو لزمتك أربعة، فاستقر الإتمام في ذمتك، فإذا أردت أن تقضي قضيتها تامة كما لزمت في ذمتك، لأنك أنت التزمت الرباعية، فلا بد أن تأتي بها كذلك. طيب فروع أهي. قال وأن ينوي المسافر القصر مع الإحرام، ولا بد أن يكون القصر حاصلا مع الإحرام قياسا على أصل النية. والخامس ألا يأتم، يعني ده الشرط الخامس، ألا يأتم في جزء من صلاته بمقيم. جميل. ألا يأتم في جزء من صلاته حتى وإن قل بشخص مقيم. لماذا؟ قالوا لأن العبادة متى اجتمع فيها سفر وحضر غلب الحضر على السفر. إزاي اجتمع فيها؟ قال ما هي صلاة الإمام والمأموم كصلاة واحدة. الإمام صلى معي صلاة تامة، طب وأنا قاصر، يبقى لابد حينئذ من الإتمام. فإن اتم به في جزء من صلاته خلاص ديت قلناها لازمه الإتمام. لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا اتم بمقيم، قال تلك السنة، أي الطريقة. ده مسند الإمام أحمد. ده مين بقى اللي قال الكلام ده؟ قال الكلام ده ابن عباس، سئل يعني شكله كان في مجلس فتوى وسئل، قالوا مولانا الإمام ابن عباس وانت يعني حبر هذه الأمة وفقيهها ومفتيها يعني وفاكك معضلاتها وتحل مشكلاتها، ما باله يعني احنا متعجبين، ما باله المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، صلى منفرد الله أكبر يصلي ركعتين وأربعا إذا أتم بمقيم، ويصلي أربعا إذا أتم بمقيم. وهذا بيحصل كتير، حضرتك هتخش المسجد في الأسكندرية مثلا تجد الجماعة تصلي أربعا، الله أكبر، تصلي خلفها إيه؟ تصلي خلفها أربعا أيضا. قال تلك السنة، قال له السنة، والسنة دي يعني إيه؟ يعني سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه هي الطريقة والعادة التي وجدنا عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووجدنا عليها الشرع الشريف، كانوا يفعلون هذا. طيب يبقى ديت إيه؟ ده شيء مسند. ولذلك شوف الشيخ الباجوري بيقول كلام لطيف قوي، بيقول لا يقال هذا قول صحابي. انتبه، احنا امس كنا في غاية المأمول نتكلم عن مذهب الصحابي، قال ده قول صحابي، قالوا ماشي ما هو قول صحابي ولكن قول صحابي لا مجال للقياس فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، وكل قول للصحابي لا مجال للاجتهاد فيه يكون من باب التوقيف، يكون مسندا ومرفوعا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا يا مشايخ؟ فهمنا. لأن نقول قول الصحابي تلك السنة أو من السنة أو نحو ذلك في حكم المرفوع كذلك، ده قول من السنة، ده شيء بقى زائد عما أقول، إنه هو إذا قال من السنة كذا، سنة مين؟ المتبادر إلى الأذهان أنها سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا إذا قال أمرنا أو نهينا، ده خلي بالك بقى، اذهب إلى جمع الجوامع واقرأ في باب السنة فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا والوحي ينزل، كنا نعزل في عهد رسول الله والقرآن ينزل. يا سلام، ده كلام
والعلماء سابوا حاجة؟ ده كل حاجة اتاخدت كده وتعمل لها ملف وبحث، بحث علمي، وأقيمت الأدلة عليها. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل البقاء لهذه الأمة، فيعني أثار همم علمائها لخدمة هذا الدين. هو الدين ده لو مش مخدوم بالطريقة دي كان حد استمر فيه إلى الآن؟ طبعا لا. ده الدين ده مخدوم لأنه من عند الله، ولأنه وحي الله، ولأنه محفوظ، ومن حفظه أن يقوم العلماء لتدريس ولدراسة ولبحث كل جزئية تحتاجها الأمة. طيب جميل. قال: لأن المعنى تلك السنة، معنى من السنة يعني تلك السنة التي تلقيناها، تلقيناها يعني أخذناها وتعلمناها وسمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، لأن ده كلام مهم جدا بيبني عقلك الفقهي. طيب، إذا تم بمقيم، بمقيم كان الأولى أن يقول بمتم. شيخ الباجوري يعني بيعقب وبيقول المحقق، احنا بناخد منه اللطائف، يعني انه بيقول بمقيم كان الاولى ان هو يقول يعني بمتم. ليه؟ قال: لان كلمة متم اشمل من كلمة مقيم. هنا بقى بيعلمك سيدنا الامام الباجوري كيف تدقق في الالفاظ، لأني متم قد يكون أنا مسافر ولكني أردت الإتمام وصليت أربعا، ومعي أخي مسافر يصلي ركعتين. طب عرفته إزاي من بعض؟ أنا قلت له أنا هصلي أربعة وهو قال لي أنا هصلي ركعتين، فينفع أنه هو يقتدي بي؟ أقول له: لو اقتدى بيك وانت إمام وهو مأموم يصلي أربعة مثلك. بس لده مسافر وقاصر أو مريد القصر، صلى خلف مين؟ خلف مقيم ولا خلف مسافر يريد الإتمام؟ لا، خلف مسافر يريد الإتمام. يبقى عبارة متم أوسع من عبارة إيه؟ مقيم. ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافرا أو مقيما، وده بيحصل لنا كتير، بنبقى ذهبنا إلى قرية أو إلى مدينة أو إلى بلد ودخلنا فيها ولا نعلم يا ترى الإمام مقيم ولا مسافر، مش عارف مقيم يا مولانا ولا مسافر. قال: ولو اقتدى بمن جهل كونه مسافرا أو مقيما، الحكم يا مشايخ؟ قال: لزمه الإتمام، لأنه الأصل. إذا ترددت دائما مع الأصل، الأصل ليه يا مشايخ؟ الأصل الإتمام، لزمه الإتمام حتى وإن بان في أثناء الصلاة إنه مسافر قاصر. هيبان إزاي مولانا؟ هيبان بطريقة لطيفة جدا. أنا دخلت، الإمام ده أرتج علي، يا ترى ده قاصر ولا متم؟ أنا مش عارف. قال لك: خلاص ابدأ صلاتك وانوي مع الإتمام. وفي أثناء الصلاة بعد ركعتين قال: السلام عليكم، السلام عليكم، أتموا صلاتكم، نحن قوم صفر، يعني على سفر. تبين لي أنه مسافر، أصلي أربعة ولا أصلي اثنين؟ لا، ما أنت التزمت من الأول الرباعية فكمل الرباعية. طيب: ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما، دخل قال الله أكبر واعتقد ان الشخص اللي هو بيصلي خلفه انه مسافر، فقال: خلاص انا قاصر واصلي ورا قاصر. فبان في اثناء صلاته انه مقيم او انه متم،
طب عرف من ايه؟ سمع واحد بيقول وهو بيصلي ان الامام ده مقيم في البلده دي وده امام المسجد الراتب. امام المسجد الراتب يعني قاعد. ايه ده؟ طب يعمل ايه بقى؟ خلاص هيتم. او ان الامام احدث على سبيل المثال في اثناء الصلاه وعلم واخبره شخص بانه كان الامام اللي بيصلي ده كان مقيم، هيعمل ايه؟ الزمه الاتمام في الصورتين لانه اقتدى بمقيم ولو بحسب الصوره والظاهر. هو في الحقيقه اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما. عندنا هنا بقى يبقى ايه قاعده العبره بالواقع ونفس الايه ونفس الامر. في الواقع ونفس الامر هو كان مقيما وانا ظنيته مسافر، فلا عبره بظني الذي تبين خطاه، لان العبره في هذا بالواقع ونفس الامر، ولان الاصل هو الاتمام فينبغي ان اسير مع الاصل. طيب نقلب بقى الى الجمع. قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر. هذا هو يعني ما قاله الامام ابو شجاع. ويجوز، هذا دخول في القسم الثاني مما عقدت له الترجمه، لان الترجمه معقوده للقصر وللجمع، والجمع على نحوين: جمع للسفر وجمع بالمطر. فالفصل معقود في الحقيقة لثلاثة أشياء: وهنا لطيفة، واللطيفة دي يا أولاد مش لطيفة يعني اسم واحدة، لا، مسألة لطيفة. اللطيفة دي بتبين لنا دقة علمائنا في فهم المقاصد التي احتوى عليها كلام المحققين. يعني هو لما يقول لك يجوز، قال لك والله يجوز دي العبارة دي يفهم منها كذا وكذا، يبقى علمائنا كان لهم فهم دقيق في العبارات. قالوا وأشعر تعبيره بالجواز بأن ترك الجمع أفضل. إيه ده؟ قال يجوز. عارف لو كان إن الجمع كان أفضل ما كانش عبر بيجوز التي يشعر بها تشعر بهذا، كان قال مثلا ويسن. لكن لما قال يجوز، لما واحد يجي يسألك ويقول لك هل لي أن أفعل كذا وأنت شايف إن الفقه بيقول إن هو الأفضل إنه يتركه، هتقول له إيه؟ هتقول له يجوز، إشارة إلى أن الأفضل ألا يفعله. فلما كان الجمع يا أولاد خلاف الأصل عبر بيجوز إشارة إلى أن الأفضل أن يترك. طب ليه الأفضل أن يترك؟ قالوا مراعاة للخلاف، لأن بعض العلماء قالوا لا جمع إلا في النسك، زي الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لا جمع إلا في المناسك، وأما غير المناسك فلا يجمع لها. وقال ولأنه بيؤدي أيضا إلى إخلاء الوقت من العبادة، يعني أنت لما تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يبقى انت خليت ما بين العصر والمغرب من صلاة، والأوقات كما ترون كل وقت من الأوقات الخمسة بها صلاة، يبقى انت خليت الوقت من العبادة ومن وظيفته. لكن استثنوا من ذلك أمور يكون فيها الجمع أفضل. قالوا الحاج بعرفة الأفضل أن يجمع،
أو إذا كان بمزدلفة لأدلة خاصة دلت على ذلك الأفضل أن يجمع. ومن إذا جمع صلى جماعة، يعني لو جمعت ما بين الصلاتين هصليها جماعة، ولو صليت كل صلاة في وقتها هصلي الأولى في جماعة والثانية هصليها مفرد، والجماعة أولى من غير الجماعة. أو خلى عن حدثه الدائم أو كشف العورة، قال والله لو أنا جمعت، انتبه، لو جمعت ما بين الظهر والعصر أنا في وقت الظهر عندي حدث دائم، والطبيب قال لي على صلاة العصر ستشفى من الحدث الدائم، ده بالعكس بقى. ومن إذا صلى جماعة أو إذا خلى أو خلى عن حدثه الدائم، لا يعني خلى في واضحة، يعني إذا جمع ما بين الصلاتين الوقت اللي هيجمع فيهم تيقن إنه خالي من الحدث الدائم، ولو صلى الصلاة الثانية في وقتها سيكون متلبس بالحدث الدائم. يبقى الأفضل إيه؟ أن يجمع ويصلي حال خلوه من الحدث الدائم، أو يصلي كل صلاة في وقتها فيؤدي إلى أن تصلي الصلاة الثانية في حدث دائم. قال الأفضل الجمع، لأن الجمع كان في حال يعني الصحة وفي حال عدم وجود الحدث، وهذا أفضل. أو كشف العورة، يعني ما عندوش سترة فجال واحد ضيف وأعطاه السترة وهو ماشي هياخدها، وكان يجوز له الجمع كمسافر، فأخذ السترة ولبسها وغطى عورته وستر بها عورته وصلى الظهر وصلى العصر، وبعد ما صلى صاحبه قال له اعطني بقى السترة عشان أروح. وإذا لم يجمع صلى فرادى أو لم يخلو عما ذكر فإن الجمع لهم أفضل. طيب جميل، وتقدم أنه يجب الجمع مع القصر، وذلك كأن أخر الظهر ليجمعها مع العصر جمع تأخير، يبقى الجمع هنا إيه؟ الجمع هنا واجب، يبقى الجمع قد يجب. إيه صورة وجوب الجمع؟ فإذا أخر الظهر حتى يصليها مع العصر لا يجوز له أن يؤخر الظهر عن إيقاعها في وقت العصر، يبقى الجمع هنا صار إيه؟ جمع واجب. يبقى جمع التأخير في هذه الحالة جمع واجب. قال ويجوز للمسافر أن يجمع، وشرط في هذا أن يكون سفره طويلا، طويل يعني إيه؟ يعني تقصر فيه الصلاة، يعني 86 كيلو. وثانيا أن يكون السفر مباحا، فلو كان السفر الهدف منه المعصية فلا يقصر ولا يجمع، لأن الجمع رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والجمع معناه أن يضم إحدى الصلاتين للأخرى، سواء كان مع الجمع قصر أو لم يكن مع الجمع قصر، لأن ممكن أجمع الظهر والعصر وأصليهما مقصورتان، أصليهما مقصورتين حال، أو أجمع الظهر والعصر في وقت الظهر حيث جاز لي وأصليهما تامتين. فالجمع يتحقق مع القصر ويتحقق مع الإتمام. قال الظهر والعصر. طب وصلاة الجمعة يا مولانا، هل ينفع ان انا اصلي صلاة الجمعة
وأجمع معها العصر؟ قالوا نعم. ده في جمع الإيه؟ ده في جمع التقديم بس، لكن الجمعة ما فيهاش جمع تأخير، لأنه لا يجوز إخراجها عن وقته. أيوة، يعني عشان ما حدش يفهم غلط، وأنا عارف أذهان طلبة العلم أحيانا تذهب إلى الأشياء الغريبة العجيبة. وشرطوا في هذا أن تغني عن الظهر، إن الجمعة التي تصليها أن تكون كافية عن إيقاع الظهر، تغني عن الظهر. يعني إيه؟ قال بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة. ده مذهب الشافعي كده. أما في زماننا لا، مفيش. مفيش إيه؟ مفيش جمع عصر مع جمعة. من الآخر على مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الإمام الشافعي لا يجوز تعدد الجمع إلا بقدر الحاجة. الناس تصلي في المسجد الجامع، فإذا عجز المسجد الجامع عن لم الناس وعن الإحاطة بأعدادهم، جاز حينئذ أن يذهبوا وأن يجمعوا وأن يجمعوا في مسجد آخر. أما في عصرنا هذا شيء غريب عجيب، تلاقي مسجد وفي أربعة انفار، الخطيب ومعاه التلاتة قدامه، ويفضل يخطب الخطيب ساعة ونص حتى يأتي الثالث، وأحيانا الخطيب يطلع على المنبر ويبقى تحته مصلي واحد، يبدأ يخطب ويخطب لغاية ما يقول يا رب يسر وهات لنا واحد عشان نصلي جماعة. فده يعني مثل هذا عند الشافعي ما ينفعش يجمع، لأن الإمام الشافعي لا يجوز تعدد الجمع إلا يعني إذا لم يسع المسجد كل المصلين، تقام جمعة أخرى ولكن على قدر الحاجة. فالجمعة دي عند الإمام الشافعي لا تغني عن الظهر، ولذلك ما تتجمعش، يبقى فلا صح حينئذ جمع التقديم. طيب، تقديما وتأخيرا، يعني يجوز جمع التقديم حتى في الجمعة وجمع التأخير في غير الجمعة، وكلاهما ورد. وهنا العلماء تكلموا على الأفضل، هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ يعني الأكثر ثوابا أن أجمع تقديما أو أن أجمع تأخيرا؟ في ذلك تفصيل. قالوا إذا كنت حضرتك مسافر وعندك وقت استراحة، وكنت في وقت الاستراحة، يعني وقت الاستراحة كان في صلاة الظهر وصلاة العصر ما فيش وقت استراحة من السير، في الحالة دي تعمل إيه؟ يبقى تجمع جمع تقديم. وإذا كنت ماشي وستكون في الصلاة الثانية مستريح، أسوأ لما تكلموا عن المسألة دي تكلموا باعتبار أعرافهم وعاداتهم، لأن هم كان ليهم نمط معين في السفر، في عادة معينة في السفر، كانوا بيركبوا الجمال وكان الجمال يمشي وكانت تمشي في طريق معين، وكان يمشوا بالجمال بفترة طويلة ولهم وقت استراحات، مش مثل السفر بتاعنا ده دلوقتي، احنا في سفر الدلع، في سفر النزهة. عارفين لما كانوا بيروحوا يحجوا من مصر كانوا بيطلعوا امتى؟ كانوا بيطلعوا يوم 27 رمضان، يفضلوا ماشيين لغاية يوم 10 ذي القعدة او 15، يوصلوا 15 ذي القعدة يبدأ بقى يريح. مين اللي نص على الكلام ده؟ الإمام الباجوري في الحاشية، هتلاقي ذكر إنه هو بيقول لك بيطلعوا وكان ليهم يعني زفة، زفة يعني إيه؟ يعني جمع وحفلة بتقام
بالطريقة العصرية بتاعتنا من أجل خروج فوج الحجيج. 40 يوم. وحضرتك النهاردة ممكن يوم عرفة، لو أنت من المهمين يعني، حضرتك يوم عرفة يعني تكون في القاهرة الساعة 12، طيارة توديك عرفة الساعة 3 4، تروح تقف لغاية المغرب، تطلع على المزدلفة. ما انت راجل مهم بقى معاك الطيارة، واخد بالك، وانت عارف يعني المسألة. فهتطلع ده كان يا راجل خلص المناسك وجي قبل صلاة العيد، واخد بالك. ده الدليل على ايه والشاهد في ايه؟ شاهد ان العصر بقى عصر سريع، وبسم الله ما شاء الله السفر بقى مريح جدا. لكن هو لما بيتكلم اذا كان نازلا في الاولى او كان نازلا في الثانيه، واذا كان سائرا فيهما، واذا دي قضيه كان بيتكلم على، افهم بقى هنا اخبرك بانك لابد ان تفهم وان تتصور ما كان الناس عليه، لان كلامهم ورد على حاله كانت هي العاده لديهم مش حضرتك. فيا اخوانا، او احنا بنقرا نفهم النمط ونفهم الناس كانت بتتكلم في ايه. بتتكلم في عرف سائد، حاله اجتماعيه. ايه هي الحاله الاجتماعيه؟ الصف. يقول لك وفي ذلك تفصيل، انه ان كان نازلا في وقت الاولى سائرا في وقت الثانيه فالافضل جمع التقديم. اما حضرتك بسم الله ما شاء الله، ولا انت بتنزل وقت الاولى ولا وقت الثانيه ولا اي حاجه، مسألة سهلة جدا 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 معك، واخد بالك. بتركب الطيارة، والطيارة ممكن أمكنك فيها على بعض الاجتهادات الحديثة أنك تصلي، إذا أمكنك حينئذ كما يفتي بعض المحدثين، إذا أمكنك استقبال القبلة بسيطة، لا سائر ولا مائر. في السفينة واضحة جدا، تصلي والقبلة معلومة والجهة زي الفل. في الأتوبيس، واخد بالك، أهو ده ممكن بقى أن يقوله بقى في الأتوبيس في المسافات الطويلة، يعني احنا مسافرين ويعني ذاهبون لزيارة سيدي أبي الحسن الشاذلي، وبالضبط بتاخد لك حوالي 10-12 ساعة ماشي بالحافلة، والحافلة بتقف، هتقف بقى في وقت الظهر ولا في وقت العصر؟ لو وقفت في وقت الظهر ولم تقف في وقت العصر أجمع جمع تقديم، وقفت للاستراحة في وقت العصر، ما احنا بنحدث في الأمثلة الفقهية، الأفضل أن نجمع في وقت العصر. وقفت في الظهر والعصر أيهما أفضل؟ هي دي. نقرأ بقى كده الإمام الباجوري عشان نشوف النمط. وإن كان سائرا في وقت الأولى نازلا في وقت الثانية، وإن كان سائرا في وقت الأولى نازلا في وقت الثانية، يعني فترة الاستراحة في وقت الثانية، أو سائرا فيهما الاتنين ماشي فيهم، أو نازلا فيهما الاتنين، كالمثال اللي أنا ذكرته، الأتوبيس هيقف للاستراحة في وقت الظهر وهيقف للاستراحة في وقت العصر، قالوا فالأفضل جمع التأخير. يبقى جمع التقديم له صورة واحدة من حيث الأفضلية، وجمع التأخير ثلاث صور. كان نازلا في وقت الثانية سائرا في وقت الأولى، يبقى جمع التأخير، أو سائرا في وقت الأولى ووقت الثانية يؤخر، أو نازلا في وقت الأولى ووقت الثانية يؤخر. قال لأن ده الأفضل وده الأحسن وده الأحوط. ذكروا إن ده معتمد الإمام الرملي صاحب نهاية المحتاج، وابن حجر له تفصيل آخر، لأن احنا عندنا مدرستين، مدرسة ابن حجر ومدرسة الرملي، وهذه لها متابعون وهذه لها أيضا متابعون. طيب،
في وقت أيهما شاء، يعني يجوز له أن يجمع جمع التأخير وجمع التقديم في أي وقت أراد. عايز يجمع تقديم افعل، عايز يجمع تأخير افعل، ما فيش مانع عندنا، لا مانع من هذا ومن ذاك. وأن وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا كذلك، يعني ويسن ويستحب ويجوز أن يجمع بين صلاتي المغرب وبين صلاتي العشاء كذلك تقديما، أي يجمع جمع تقديم، وتأخيرا أي يجمع جمع تأخير في وقت أيه ما شاء، يعني يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. وذكر علماؤنا لجمع التقديم ثلاثة شروط، هنقف إن شاء الله عند جمع الإيه مشايخ جمع التقديم. يبقى مكاننا فين؟ نقول كده وقفنا عند هذا الحد في الدرس.